السلام عليكم ورحمة الله. هليكوبتر حوثية واحدة لا تعني السيادة الجوية. في يوم الثلاثاء الماضي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع وبه صوت أحد مقاتلي الشرعية يوشوش ويسب في الطائرة ومصدرها، طائرة هليكوبتر ومصدرها، لعنبوش لعنبوش، وخلفه بدت هليكوبتر تصب نيرانها على الأرض. أمانة بغيت أفزع، خذتني الحمية يوم سمعت الوشوش. عنبوش على أبو فكرة. حزتني الوشوشة أكثر من أني أتتبع تأكيد أو نفي الخبر. ف طيارة واحدة بدون شك هي تحقق استعراض إعلامي بين مؤيدي الحوثي، لدرجة أن أثناء تتبعي وجدت من يقول أن طائرة هليكوبتر اللي في مأرب قلبت طاولة الحرب على الرياض. وتذكرت في حينها منظر هجوم الهليكوبترات العظيم في فيلم سفر الرؤية أو أبيكلابس ناو، اللي كان روبرت دوفال قائد سلاح الفرسان وهو يقود فريقه من الهليكوبترات في الفيلم، وبعدين يقعد ويقول أحب الصباحات لي هي الصباحات اللي أشم فيها ريحة النابالم. ف يعني فرق بين منظر هليكوبتر وحدة وبين سلاح الفرسان وحوالي 50 طائرة هليكوبتر في حالة هجوم وحدة، وتذكرت هذه الحادثة. ربما يجدر بنا أن نشير إلى التذكير بأن عاصفة الحزم عندما انطلقت في 26 مارس 2015 تمكنت في غضون ساعات من تدمير القوة الجوية الحوثية. بذلك أصبح هناك ما يسمى التفوق الجوي أو Air Superiority، أو وأيضا حققوا السيادة الجوية اللي هي Air Supremacy. الآن السيادة الجوي، التفوق الجوي Air Superiority يعني السيطرة على أجواء المعركة. السيادة الجوية تعني Air Supremacy يعني السيطرة على كافة الأجواء البلد. فهذا الفرق بين التفوق الجوي والسيادة الجوية. في 26 مارس 2015 تحقق الأمرين، فلم يكن هناك وجود لأي طيران إلا طيران التحالف. إن صح امتلاك الحوثيين لهليكوبتر، هذا لم يغير من السيادة الجوية للتحالف أي شيء. يعني نتذكر الطاغية صدام حسين أفلت من قصف التحالف في عاصفة الصحراء 1990 أثناء تحرير الكويت، ومع ذلك بقي عنده طائرات هليكوبتر استطاعت أن تقمع الثورة اللي قامت عليه في العراق، وبقيت عنده طائرات نفاثة هرب بعضها وبعضها وجدت في المخابئ بعد توقف الحرب. فوجود طائرات بعد حملة جوية لا يعني بالضرورة فقدان السيادة الجوية أو التفوق الجوي. لكن الهليكوبتر مأرب اللي ظهرت في المقاطع وهي تهاجم قوات الشرعية تتطلب الوقوف عندها رغم إسقاطها و مقتل من كان يقودها، من صور التعزية اللي نشرت ويقال انها لطيارها الطيار الهليكوبتر اللي لم يستمتع بنصره في غارة يتيمة واحدة. هناك بعض النقاط كما قلت نود الإشارة إليها حول استخدام الحوثي للهليكوبتر في مأرب. تدل الحادثة على أن الحوثي متضايق عسكريا في مأرب مما يجري، فكان لابد أن يقوم بمثل هذه الحركة. اثنين، تدل الحادثة على أن التهريب لم يتوقف وخطوطه مع إيران مستمرة، فكيف وصل مثل هذه الهليكوبتر أو كيف استطاع أن يستثمر وجودها لديه. ثلاثة، هي أيضا تدل على سوء تقدير حوثي، فكيف تستخدم طائرة واحدة فقط وكأنها سلاح حاسم سينهي المعركة، يعني كأنها قنبلة ذرية ستوقف كل شيء وهي كلها طائرة واحدة لا قامت ولا قعدت. الدليل الرابع تدل على أن مأرب أو معركة مأرب تستأنف الحوثي، فألحقت فيه الشرعية الكثير من الدمار وطيران التحالف فتك به وبدأ في تجريده وتقليل فعاليته، فكان لابد من
وقف هذا الاستنزاف بمثل هذه العملية. النقطة الخامسة، يدل زج طائرة هليكوبتر واحدة على أن إيران تحث الحوثي على حسم معركة مأرب لأغراض سياسية وتفاوضية. ستة، يأتي دخول الطائرة في تقديرنا في المعركة لتحقيق مكاسب معنوية أكثر منها عسكرية، فهي أولا لرفع معنويات عناصره اللي على الجبهة اللي طال فيهم الأمد ولم يحققوا أي انتصار يذكر، وتحولت معركة مأرب إلى ما يشبه معركة ستالينغراد اللي إن شاء الله هزيمتهم فيها هي انكسار لتمدده. الأمر الثاني هو لكسب ثقة المناطق الخاضعة له أنني لازلت أستخدم جميع الأسلحة. الآن الملاحظات التي لدينا وتخص قوات التحالف في تفسير هذه الحادثة أو الزج بطائرة هليكوبتر في القطار رغم أنها واحدة. النقطة الأولى، يدل زج طائرة هليكوبتر ضرورة فتح أبواب الجحيم على مخابئ الأسلحة لدى الحوثي، سواء أماكن احتماء الهليكوبترات سواء في دشم أو هناجر أو كما تم في قصف المطار وقصف دار الرئاسة. يجب الآن إضافة هدف جديد وهو مطاردة أماكن تخزين وإعادة تركيب هذه الهليكوبترات. النقطة الثانية، يدل هجوم طائرة هليكوبتر أنه مطلوب ما يسمى بالدفاع المحلي أو الدفاع الجوي المحلي اللي يرافق القوات، فيجب إعطاء غطاء لقوات الشرعية ويجب أن يكون لديها دفاع محلي متحرك مثل صواريخ سام 7 أو ستينجر أو مهما توفر من أسلحة هي لمقاومة الطيران المعادي. النقطة الثالثة، يتبين لدينا للأسف أنه كان هناك قصور في الكشف الراداري لدى قوات الشرعية، لأن الطائرة مثل هذه الطائرة انطلقت من مكان قريب، معروف أن الشابرز أو الهليكوبترز لا تقلع من مكان بعيد، تكتشف لأنها بطيئة وسهل لمح بلمح البصر يمكن رؤيتها. النقطة الثالثة أو النقطة الرابعة، يجب تأهيل أو يجب الانتباه أن تأهيل تلك الهليكوبتر لم يتم بجهود يمنية بدون شك. الآن أيضا ليس شرط أن يكون من ركب هذه الطائرة وجعلها قادرة على الطيران ليس بالضرورة أن يكونوا إيرانيين، لكن ربما يكونوا من دول أخرى، وهذا يحتم على التحالف والشرعية بذل جهد استخباري أكثر حتى لا يتسع شركاء الحوثيين فيما نحن نلوم جهة واحدة وهي إيران، وكأنه لا يساعد الحوثيين إلا إيران، فقد نكتشف أنها قد فتحت أو شرعت أبواب المرتزقة سواء فنيين أو مقاتلين. النقطة الخامسة، أنه زج طائرة هليكوبتر واحدة يجعلنا أو يتوجب على قوات التحالف، يتوجب علينا أن نحسب حسابه في إدخال أسلحة جديدة. الحوثي كما يرى معظم المراقبين يتسم في المرحلية بإدخال الأسلحة، عندما بدأ كان يقاتل على الأرض، بعد ذلك أدخل الصواريخ إذا تذكرون، بعد ذلك أدخل المسيرات، الآن أدخل الهليكوبترات. فهذا التدرج لن يتوقف إلا إذا أثبتنا له عدم جدوى المرحلية أو مرحلة الهليكوبتر يجب أن يتم وأدها حالا بتحييد نشاطها. النقطة السادسة، أن زج هليكوبتر يجعلنا لا نستبعد وجود بقايا طائرات أخرى غير الهليكوبتر سواء النفاثة أو طائرات هليكوبتر من عهد علي عبد الله صالح، فما يقال عن هذه الهليكوبتر كما قرأنا أنها كانت مخزنة داخل صناديق على شكل قطع منفصلة في مخازن سرية في منطقة اسمها عمد في مديرية سنحان جنوب صنعاء وأعيد تركيبها، فلابد أن يكون هناك مشابه لها، لا يمكن أن تكون طائرة واحدة فحسب ولا يمكن أن تكون هليكوبتر فقط وحسب بل طائرات أخرى، فيجب أن يعتبر هذا أو يوضع هذا في الحسبان. النقطة السابعة ليست الأولى، يعني ليست كما يقول البعض أن أو أنها أتت على شكل صدمة أن يقوم بهجوم بالهليكوبتر، ليست الأولى وقد يعيدها، يعني هناك من يقول أنه قد يعيدها وهناك من يذهب أنه لن يعيدها، لن يعيدها لأن تم إسقاطه ولا يملك الكثير منها، هناك من يقول أنه
لن يعيدها أيضا، لأن المسيرات أقل كلفة وأكثر فعالية ولا يمكن كشفها. فإذا كانت أقل كلفة وليس هناك طيار يسقط، كيف يستخدمها؟ لكن من يؤيد ذهابه إلى إعادة استخدامها مرة، أو من يذهب إلى أن إمكانية إعادة استخدام أو الهجوم بالهليكوبترات مرة ثانية، هو أنه قد فعلها في الحديدة قبل هذه المرة، ويقال أنه فعلها في مأرب، لكن لم نجد مصادر مستقلة حيال ذلك. الآن يتبقى لدينا سؤال عن قدرة القوات الحوثية على استخدام طائرات مقاتلة، وهذا هو الخطر القادم. والسؤال الثاني، كيف استطاعوا الحصول على ما لديهم؟ هل هو فعلا من بقايا سلاح علي عبد الله صالح، أم أنها تم تهريبها؟ السؤال الأهم أيضا، كيف تمت صيانتها، ومن قام بصيانتها؟ يجب علينا معرفة جميع هذه الأمور حتى ننتصر على منتزعي الشرعية في اليمن. ولكم مني سلام.